بسم الله. دلوقتي لو انا عايز احط صورة على الشكل المبنى دوت، اول حاجة اعملها ادخل في الشكل 3D، اجي هنا اقول له من insert انا عايز احط decal، اقول له انا عايز احط صورة جديدة، اقول له مثلا سميها رقم 1 وهبدأ احط صورة، اقول له انا عايز مثلا من الصور اللي في البيكشر اختار مثلا وليكن الصورة ديت، وابدأ اشوف البريتنس بتاعتها والشفافية والانعكاس، كل الخصائص دي بعملها زي ما انا عايز، اقول له اوكي وابدا احط الصوره في المكان ده مثلا. تمام، اقدر في اي وقت امسك الصوره وابدا اعدل بالشكل دوت. لو انا عايز ابدا اشوفها دلوقتي اقول له رياليستيك، هيبدا يعمل لها نوع من الرندر البسيط، بحيث تبدأ تظهر معايا. المفروض إن أنا بعد ما أخلص شغل خالص أبدأ أقول له ريستيك، ظهرت معايا هو بالشكل دوت. اقدر في اي وقت اعدل الخصائص بتاعته، الويتس والهاي، اقدر ادخل في ايه طيب اعدل اختار صورة تانية، اقدر اجي من هنا اشيل العلامة ديت بحيث ان يبقى الطول بيتغير ملوش دعوة بالعرض لو انا عايز. طيب لو عايز احط صورة كمان هنا اعمل ايه؟ اقول انسرت ديكيل، هو تلقائيا خد الصورة خلاص بقت موجودة معاه، اقول له اديت تايب دوبليكيت، اقول له انا عايز صوره تانية ايديت، وابدا اختار صوره مختلفه بالشكل دوت، اقول له اوكي اوكي، وابدا احط الصوره التانيه هنا يعني مثلا. تقدر تحط الصوره وتقدر تعدل فيهم زي ما انت عايز.